معرض بغداد الدولي للكتاب يفتح أبوابه من جديد لاستقبال طلاب المعرفة والثقافة والأدب بمشاركة نحو 250 دار نشر عربية وأجنبية من 20 دولة وبنحو مليون كتاب. انطلقت فعاليات المعرض الدولي للكتاب في دورته الثالثة التي سميت باسم المفكر والمؤرخ الإسلامي العراقي هادي العلوي. العراق الآن أصبح مركز للتواصل الثقافي وربما للإحياء الثقافي، لأن إقامة مثل هكذا معرض وبهذا الحجم وبهذه المشاركة دليل على استعادة الدور الثقافي للعراق بوصفه رمزا تاريخيا فضاء تاريخيا. ممثلو دور النشر العربية والأجنبية تحدثوا عن أهمية البيئة المعرفية العراقية، فبغداد بالنسبة إليهم ميدان للنهل المعرفي بمساحة تتفوق على باقي المساحات والمعارض في المنطقة. وأنا جيت فوجئت فعلا بي حتى بالديزاين الخاص بأبيض الأسود بترجعنا الروح القديمة بمفهوم العصري. يعني حاليا دلوقتي أنا لما دخلت الأجنحة وجدت مختلف المعرفة. طبعا نحن بغداد نحن ما بنقدر ما نشارك فيه، لأنه طبعا القارئ العراقي معروف عالميا وعربيا وإسلاميا أنه هو من القراء الأوائل في الوطن العربي والإسلامي، ونحن بنعتز فيهم. ويشهد المعرض ندوات ثقافية لبلورة رؤية نقدية للكتب، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة وحفلات لتوقيع الكتب من قبل مؤلفين عراقيين وعرب. استعادة العراق لموقعه الريادي في المجالات المعرفية والأدبية حوله إلى نافذة ثقافية يطل من خلالها القارئ العراقي على أبرز العناوين العربية والأجنبية التي تسابقت دور نشرها لحجز مساحاتها في أرض معرض بغداد الدولي للكتاب. محمد الفهد، بغداد، الميادين.